ازيكم، انا عمرو فهمي، وفي الفيديو ده هتكلم عن البيت مانيبيليشن وشوية تريكس ممكن نعملها باستخدام البيت مانيبيليشن. وفي اخر الفيديو هيكون فيه 3 examples، منهم 2 examples من ليد كود كلهم عن البيت مانيبيليشن. ولو انت بتحب البروبلم سولفينج او بتحضر الانترفيو، ده ممكن تعمل سبسكرايب للشانل. ويلا نبدأ. اول حاجة هنتكلم عنها هو ازاي الرقم الانتجر بيبقى متخزن جوه الكمبيوتر. هو اكيد طبعا الناس عارفة ان هو بيبقى في 0 و 1، بس ازاي برضو ممكن يتحسب؟ فمثلا 5 بتساوي في الباينري 101، 8 بتساوي 1000، والعشرة بتساوي 1010. فلو مثلا اخدنا اكزامبل لرقم 5، فليه هي بتساوي 101؟ احنا عارفين مثلا ان في الاري لما بنيجي نعمل نقول مثلا ان المكان بيساوي 0 او المكان بيساوي 1، بيبقى الترتيب من الشمال لليمين. بس في الارقام الباينري بيبقى العكس، الرقم اللي على اليمين خالص هو اللي بيبقى بصفر، وتاني رقم من على اليمين هو اللي بواحد، وهكذا. فالمركز بتاع الرقم بيعبر عن ايه؟ المركز بتاع الرقم بيكون هو الباور لرقم 2. الواحد اللي على اليمين خالص بيعبر عن 2 باور 0، والرقم اللي في النص بيعبر عن 2 باور 1، والرقم التالت بيعبر عن 2 باور 2 اللي هي 4. فرقم 5 فيه 0 في النص، فالصفر بتكنسل رقم اللي هو 2 باور 1، فبيتبقى لنا 2 باور 2 اللي هي 4، و2 باور 0 اللي هي 1، وهم دول الجمع بتاعهم بيساوي 5. ايه الاوبريشنز اللي احنا ممكن نعملها على البيتس دي، او الانتجر اللي متكون من شوية بيتس؟ فانا حبيت اقسمهم لنوعين. اول نوع هو الاند والاور والاكس اور، الحاجات دي احنا ممكن نعملها على الانتجر كامل او ممكن نعملها على بيت واحدة بس. طيب ايه النوع التاني؟ النوع التاني اللي احنا بنعمله على الهول انتجر بيتس، على كلهم مرة واحدة. ممكن نعمل كومبلمنت يعني ان احنا نقلب كل بيت، لو كانت صفر تبقى واحد، ولو كانت واحد تبقى صفر. او ممكن نعمل شيفتنج يعني نزقها بمقدار معين لليمين او للشمال. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الخمس انواع دول. هنبدأ باول نوع في الاوبريشنز، الاند. فالاند حتى لو ممكن نعملها على الهول انتجر، بس احنا برضو جوه العملية دي بنعملها على كل بيت قصاد البيت التانية. فاول احتمالية ان 2 بيتس يبقوا بصفر، فالاندنج بتاعهم هيبقى بصفر. وتاني وتالت احتمال ان يبقى واحدة بصفر والتانية بواحد، ففي الحالتين دول هتبقى النتيجة صفر برضو. والاحتمال الوحيد اللي نتيجته تبقى واحد هي ان 2 بيتس يبقوا بيساوي واحد، فالاندنج بتاعهم هيساوي واحد. تاني نوع هو الاور. برضو الاور ممكن يبقى فيه الاربع الاحتمالات زي الاند، فكل الاحتمالات بواحد ما عدا الاحتمال بتاع ان 2 بيتس بيساوي صفر. في الاكس اور نفس برضو الاربع احتمالات، او يعني لو ال 2 بيتس شبه بعض بيطلع صفر، ولو ال 2 بيتس عكس بعض بيطلع واحد. بس هي ممكن نستخدمها بطريقة جديدة علينا شوية، اللي هو التوجل. طيب يعني ايه التوجل؟ ان هو لما مثلا يعني نعتبر ان بيت اكس هي مثلا الحاجة اللي بنتحكم بيها، وعندنا بيت واي هي الحاجة اللي احنا هنتحكم فيها. فلو البيت اكس بصفر، فبيت واي مش هيحصل لها اي تغيير. يعني لو احنا عايزين نسيب بيت واي زي ما هي، هنخلي الاكس بصفر. بس لو احنا عندنا البيت اكس بواحد، فبيت واي هنقدر نغيرها. يعني لو كانت بصفر هتبقى بواحد، ولو كانت بواحد هتبقى بصفر. هيكون في حاجات بتحتاج ان احنا نتوجل بيت معينة، فالاكس اور ساعتها هي اللي بتبقى الطريقة اللي بنستخدمها. بعد كده الكومبلمنت. كومبلمنت بكل بساطة، لو كان في اكس هتبقى اكس داش، يعني لو كان في صفر هتبقى واحد، ولو كان في واحد هتبقى صفر. الشيفتنج ده ليه شغل كتير وليه أهمية كبيرة في التريكس اللي هنشوفها كمان شوية، أو الاكزامبلز اللي احنا هنشوفها. فبشكل مبسط، احنا لو عندنا سيكونس عبارة عن واحد 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 واحد، وعايزين نعمل له شيفت باي وان، مرة ليفت ومرة لرايت، هنشوف ايه اللي هيحصل بالظبط في البيتس. فأول حاجة، لو احنا عايزين نعمل شيفت ليفت باي وان، هو بالظبط ده اللي هيحصل، ان كل بيت
هتروح للشمال بواحد، ده لو القيمة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها بواحد، وبعد كده هيحط صفر من ناحية اليمين. ولو احنا كنا عملنا شيفت باي اكتر كان هيزود صفر كمان، وكل الحاجات دي هتتزق للشمال اكتر. ولو عايزين نعمل شيفت للرايت فبرضو كل حاجة هتروح مرة لليمين، وفي الشمال خالص هيحط صفر. نبدأ في التريكس. ليه اصلا بيبقى فيه تريكس؟ هو الفكرة كلها ان البيت وايز اوبريشنز مور افيشنت، كلها سريعة، بتتعمل على اللو ليفل خالص، فهي كلها سريعة ما فيهاش اي كومبلكسيتيز. معظم الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في كومبلكسيتي عالية باستخدام البيت وايز ممكن تبقى في او اوف ون، وعشان كده اصلا في بيت وايز اوبريشنز وفي تريكس ليها. ايه اول تريك؟ اول تريك ان احنا لو استخدمنا الشيفتنج ده ممكن ايه اللي يحصل للرقم؟ الرقم يا اما بيتعمل له مالتبلاي باي 2 يا اما ديفايد ديفيجن باي 2. الديفيجن كانتجر ديفيجن يعني مفيش كسور. فمثلا لو في الكود المكتوب ده عندنا رقم ب10 وعملنا له شيفت مره للشمال بواحد، فده بالظبط كاننا ضربنا في 2، بس شيفتنج اسرع من مالتبليكيشن. فلو انا عارف ان انا دايما هعمل مالتبليكيشن باتنين او ديفيجن باي اتنين، فالشيفتنج هو الطريقة الاسرع لان انا اعمل اللي انا عايزه. فهنا بالظبط اللي هيطلع الاوتبوت هيبقى 20. طيب ايه بالظبط اللي بيجرى للانتجر اكس ده؟ الانتجر اكس ب10، وعشرة هنا اللي هي 0 1 0 1 0، واللي انا هعمله انا هعمل شيفت للشمال بمرة، فالارقام كلها هتروح للشمال بواحد، وهيتبقى لنا صفر على اليمين خالص. ولو جينا نحسب الرقم ده هنلاقيه بقى ب20، فهو ده بالظبط المالتبليكيشن باي 2. تاني تريك هي الديفايدنج باي 2، نفس الكلام بالظبط. كان عندنا 10 هيطلع الاوتبوت 5 بعد ما عملنا رايت شيفت باي 1. طيب ايه برضو اللي حصل في الاكس؟ اللي حصل في الاكس ان هي كانت ب10 وكل الارقام راحت اليمين بقيمة 1، فلو جينا حسبنا الرقم ده هيطلع بالظبط 5. تالت تريك هي ان انا ازاي استخدم البيت اوبريشنز في ان انا اعرف الرقم اللي معايا ده ايفن ولا اود. لو جينا نبص على الريبريزنتيشن بتاع اول 5 ارقام نون نيجاتيف من 0 ل 4، وعايزين نشوف لو في باترن نقدر نعرف بيها الايفن من الاود، هنلاقي ان كل الارقام الايفن بتتشارك في ان اول بيت عندها بتساوي صفر، وكل الاود نمبرز بتتشارك في ان اصغر بيت عندها بتساوي واحد. فلو احنا قلنا ان احنا عندنا ماسك، والماسك ده هو الحاجة اللي احنا بنسميها على ال variable اللي احنا هنعمل بيه and او or او اي bit operation، وهنساوي الماسك ده بواحد، وبعد كده هنقول ان احنا عندنا whatever رقم اسمه num، وال x هي بتقول لنا ان احنا مش مهتمين بقيمة كل البيتس دي، احنا مهتمين بقيمة واحدة بس اللي هي موجودة في بيت واي، وهنعمل اندنج للاتنين. احنا عارفين ان اي حاجة اند صفر، يعني صفر اند كل الاكسات اللي عندنا في الاول دي هتساوي صفر، واحنا مش مهتمين فعلا بالقيمة اللي جواها، ما عدا القيمة بتاعت اصغر بيت عندنا اللي هي هتكون الاندنج بتاع واحد وواي. فلو كان الرقم ده اود، يعني الواي هنا هتساوي واحد، فالفاليو بتاعة الاندنج بتاعنا هيبقى ليها قيمة اللي هي واحد، ولو الرقم ده كان even فواي هنا بتساوي صفر، فاند الواحد مع الواي اللي هي بتساوي صفر هيطلع قيمة الاندنج في النهاية بصفر. وده كود بيورينا لو احنا عندنا النمبر ده بيساوي 19، فأكيد أصغر بيت اللي هي الواي هتكون بتساوي واحد. وعندنا الماسك، عملنا الاتنين مع بعض اند، وفي الاخر قلنا لو الكلام ده بيساوي صفر يبقى انت خلي اطبع even، ولو الكلام ده بيساوي حاجة غير الصفر اللي هي واحد اطبع لنا odd، والاوتبوت في النهاية هيبقى odd. تالت تريك والكام تريك الجايين بيتكلموا عن ان انا لو عايز اعمل حاجة معينة لبيت معينة، يعني مثلا عايز اعمل set او عايز اعمل clear او عايز اعمل toggle، ليه ممكن نعوز نعمل الحاجات دي؟ ده انا حطيت عليه اكزامبل في الاخر،
فهنشوف بالظبط ليه انا ممكن عاوز استخدم الحاجات اللي زي دي. اول تريك من الحاجات اللي شبه بعض دول ان هو set bit اللي هي موجودة في مكان i لواحد، وهنأسيوم هنا ان احنا عايزين نسيت البيت اللي موجودة في تاني مكان، تاني مكان اللي هو 0 1 2، تاني مكان اللي هو تالت مكان لو عدينا اول واحدة. نوت احنا عارفين ان اي حاجة اور واحد بتساوي واحد، فاحنا برضو هنا هنعمل ماسك. ماسك ده دايما هنستخدمه، وهو دايما الماسك كله بصفار ما عدا بيت واحدة بواحد. احنا عايزين بقى نخلي البيت الواحدة اللي هي بقيمة واحد قدام البيت اللي احنا عايزين نعمل لها ست، فهنروح عاملين شيفتنج باتنين لغاية ما يكون قدام المكان اللي احنا عايزين نعمل له ست. واحنا عندنا الرقم اللي هو احنا مش عارفين هو شايل ايه، بس احنا عارفين ان احنا عايزين نعمل ست للبيت الموجودة في مكان اتنين، هنروح عاملين اورينج للاتنين دول مع بعض. فمش هيهمني اي حاجة اللي هي الاكسات اللي موجودة بالابيض، دول اتعمل لهم اور مع صفر فالقيمة بتاعتهم مش هتتغير نهائي، ما عدا البيت الاكس بتاعتها معمولة باللون الاحمر. البيت دي هتكون بعد كده بواحد عشان اي حاجة اور واحد بتساوي واحد. وده اكزامبل لكود بيعمل اللي احنا لسه قايلين عليه ده، بيكريت ماسك وبيعمل له شيفتنج بالقيمة اللي هو عايز يخليها بواحد، وبنعمل اورينج للرقم مع الماسك ده، وبعد كده بنرجع الرقم ده. طيب لو احنا عايزين نعمل توجل، يعني في بيت معينة عايزين نخليها لو كان بواحد تبقى بصفر ولو كانت بصفر تبقى بواحد، هيبقى بالظبط نفس الكود ده، بس بدل ما بنعمل اورينج هنعمل بيت وايز اكس اور. التريك اللي بعد كده ان احنا دلوقتي عايزين نخلي بيت معينة بصفر، فبرضه هنأسيوم ان هي موجودة في المكان التاني، وعارفين ان اي حاجة and صفر بتساوي صفر. هنعمل برضه ماسك ونخليه بشيفت باتنين لغاية ما يكون قدام المكان اللي انا عايز اعمل فيه clear. بس ايه الاوبريشن اللي انا عايز اعملها؟ قلنا احنا عايزين نعمل عارفين ان and اي حاجة مع صفر بصفر، فهنروح جايبين الكومبلمنت بتاع الماسك بعد ما اتعمل له شيفت، فهيخلي اي صفر كانت موجودة بواحد والبيت اللي احنا مخصصين لها ان هي تبقى بواحد بقت بصفر. فلو عملنا الكلام ده كله اندنج مع الرقم اللي احنا عايزين نعمل للبيت اللي جواه كلير، فاي حاجة اند واحد بتساوي نفسها كأننا ما عملناش حاجة، ما عدا الحاجة اللي هي الاكس اللي موجودة بالاحمر لما يتعمل لها الاندنج مع صفر بتساوي صفر، واي حاجة تانية هتفضل زي ما كانت. وده اكزامبل لكود بيعمل الكلام ده. التريك اللي بعد كده check if bit بالصفر او بواحد، واسيوم ان احنا دلوقتي هنتشيك على البيت اللي موجودة في المكان صفر. احنا عارفين ان الصفر اند واحد بصفر والواحد اند واحد بواحد، فاول حاجة هنجيب الماسك تاني ونعمل له شيفت بالقيمة اللي احنا عايزين نوصل لها، وهنجيب الرقم اللي احنا عايزين نعمل تشيك على البيت المعينة اللي فيه، وهنعمل اندنج. فأي حاجة ما عدا البيت اللي احنا بنشاور عليها هيبقى نتيجة الاندنج بتاعنا صفر، عشان احنا بنأند صفر مع حاجة، ما عدا حاجة واحدة بس اللي هي البيت اللي احنا عايزين نعمل لها تشيك. فلو احنا عملنا لها اندنج مع واحد وهي كانت بواحد فهيطلع لنا قيمة، ولو هي كانت بصفر واحنا عملنا لها اندنج مع واحد هتطلع صفر جنب بقية الاصفار، فالنتيجة كلها هتساوي صفر. وده كود بيعمل التشيك على بيت جوه الانتجر num عند البوزيشن بوس. اول اكزامبل عايزك تكتب فانكشن بتشوف الرقم اللي انت عندك ده هل هو power of 2 ولا حاجة تانية. فالانتويشن اللي بيخلينا نحل حاجة زي دي في O of 1 بدل ما نعمل أي طريقة تانية تاخد complexity أعلى، إن احنا هنجيب أي power of 2 فليكن مثلا 8. أي رقم of 2 لو طرحنا منه واحد هيتبقى مكان الواحد اللي كان عنده فقط ده
صفر، وكل البيتس اللي اصغر منه هتبقى بواحد. فلو فكرنا ان احنا نعمل اندنج للاتنين دول، لازم يبقى النتيجة بتاعته صفر، عشان اي رقم تاني مش هيتحقق في البروبرتي دي، وده كود بيحقق الكلام اللي احنا لسه قايلينه. تاني اكزامبل عندنا هو سؤال موجود في ليت كود رقم 136 اسمه single number. عندنا هنا non empty array، بس كل رقم موجود في الاري دي متكرر مرتين ما عدا رقم واحد بس موجود مرة واحدة بس. والسؤال ده ممكن يتحل مثلا بكذا طريقة، بهاش ماب او بفريكونسي اري، بس الفكرة كلها ان احنا مش عايزين نستخدم اي اكسترا سبيس، يعني عايزين نمشي مرة واحدة بس على الاري دي ويبقى في النهاية معانا الرقم ده. الانتويشن اللي بيحل السؤال ده الاكس اور. الاكس اور فيها بروبرتي معينة ان اي حاجة اكس اور نفسها بتساوي صفر. ازاي ممكن نستخدم معلومة زي دي في حل سؤال زي ده؟ لو احنا قلنا ان كل رقم اكس اور نفسه بيساوي صفر، فاحنا لو عملنا اكس اور للاتنين اللي شبه بعض هيروحوا مع بعض، فالاتنين اكس اور اتنين هيروحوا مع بعض، بعد كده الواحد اكس اور واحد هيروحوا مع بعض، في الاخر يتبقى لنا الرقم اللي هو ما تعمل لهوش اكس اور مع نفسه عشان يضيع، هيتبقى لنا هنا فوق. طيب ازاي الكلام ده بيحصل على البيتس؟ تعالوا نشوف. فكود زي ده هنشوف ازاي بيشتغل على البيتس. فاول حاجة هيبقى عندنا الرقم اللي هو x بيساوي صفر، وهنعمل له x اور مع 4، فده التغير اللي حصل له. بعد كده هنعمل له x اور مع 1، ده التغير اللي حصل له. x اور 2، x اور 1، x اور 2، بعد اخر x اور 2 اتبقى لنا الشكل ده، والشكل ده هنا بيساوي 4. اخر example معانا sum of two integers. فاكرين لما قلت لكم ان في اكزامبل هو اللي بيبقى فيه شغل التوجل وشغل الشيفتنج الكلام ده كله؟ فده سؤال يعتبر من اهم الاسئله اللي بتتقال واللي بيبقى فيها شغل شويه بالشيفتنج والتوجلنج والكلام ده كله. هو هنا عايزنا نجمع a و b بس من غير ما نستخدم اي بلس او ماينس. طيب ازاي ده ممكن يتعمل؟ لو احنا عندنا انتجر a وانتجر b مثلا الاتنين بيساووا 3، فالنتيجة المفروض تكون 6. تعالوا نجمع بالظبط زي ما كنا بنجمع في ابتدائي زمان خالص، لما كنا بنجمع كل رقم قصاد اللي قدامه والنتيجة بنكتبها تحت، ولو في كاري بيبقى موجود على الحسبة اللي بعدها على طول، هما الرقمين اللي بعدهم على طول. فأول حاجة عندنا هنجيب variable بيساوي صفر، وهنجمع اول اتنين مع بعض. فهنجمع اول اتنين مع بعض، اول اتنين مع بعض هو 1 + 1 في الباينري، الجمع بتاعهم بيساوي 1 0. فهننزل الصفر زي ما هو تحت وهنخلي الكاري بواحد عشان يجمع على الاتنين اللي بعديه. بعد كده لما نجمع الرقمين اللي بعديه مع الكاري فهيبقى عندنا 1 + 1 + 1 هيساوي 3 في الباينري اللي هو 1، فالواحد هتنزل تحت ويتبقى الكاري برضو معانا في الحسبة اللي جاية. فبعد كده هيبقى عندنا الكاري زائد صفر، فالنتيجة هتساوي 1 1 0 اللي هي بتساوي 6. وده كود بيحقق نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، وبيستخدم تقريبا كل الحاجات اللي احنا قلناها من اول الفيديو. وبكده نبقى خلصنا الفيديو ده. شكرا لكل الاتفرج على الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، وتكتب في الكومنتس لو في توبكس تانية حابب ان انا اعمل عليها فيديوز بالشكل ده، او لو في اقتراحات احسن ان احنا نعملها في الفيديوهات الجاية. وباي باي.